السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة خديجة صنان، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحبة. اليوم فيديو جديد كيف عودتكم دائما جديد والحصري على قناتي قناة خديجة صنان وقناتكم. بالنسبة للبنات الجداد كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا، وبالنسبة للمتابعين ديالي الأوفياء كنقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا على التعليقات، وشكرا على التشجيعات، وشكرا على اللي لايك، يدومها محبة بيناتنا. الفيديو ديال اليوم غندخل ديريكت في صلب الموضوع، حصري على قناتي. نفخ الشفايف بطريقة طبيعية وآمنة وصحية بدون بوتوكس ولا مواد ضارة. اليوم غادي نقدم لكم وصفة مجربة وناجحة 100%. بالنسبة للبنات اللي عندهم الشفايف شوية رقاق او لا مع الكبر ديال السن، الشفايف تتولي فيهم بحال واحد التجاعيد، كتبغي تكون عندك واحد الاطلالة شبابية، قدم لكم هذه الوصفة اللي رائعة ومجربة كيف قلت لكم وسهلة، ذكية ديال الخميرة او بيكين باودر. بالنسبة للبنات الغير المغربيات كيعاود دايما كنلقى في التعليقات انه كيقولوا لي حاولي تهضري باللغة العربية، يعني راه المغربية ديالنا راه سهلة، حاولوا فقط تركزوا معنا. كنحتاجوا فيها فقط بيكين باودر، يعني مكونين، عندكم هنايا البيكين باودر وعندي هنايا زيت الخروع. انا كنديرو في هاد القرعة هذه لاني كنعصرو على يديا باش نعرف اشنو خديت. راه الحبوب ديال الخروع راهم معروفين، وكتمشيو عند هذوك الناس اللي عندهم هذوك المعصرات وكيعصروا لكم الخروع مباشره باش تعرفوا الاصلي من مزور. زيت الخروع ديال بحال العسل والثقيل، هانتوما كتشوفوا معايا. غادي نوريكم طريقه التحضير ديال هذه الوصفه، هذه طريقه الاستعمال ديالها، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. كيف كتشوفوا معايا كنحتاجوا لهنايا بيكين باودر او الخميرة الفورية، غناخدو ملعقة من الخميرة الكيماوية، كنحاولو نديرو العبر هو هذا كيف كتشوفو معايا، معلقة، وغادي ناخدو نفس القياس ديالها ديال زيت الخروع. زيت الخروع باش تعرفوا كيف قلت لكم الحقيقي من المزور، هانتوما كتشوفوا راه ثقيل بحال العسل. كناخذوا نفس الكميه اللي خديتي ديال زيت الخروع، غادي ناخذ نفس الكميه ديال بيكين باودر. كنخلطوا هاد المكونات بجوج جيدا، كنحصلوا على خليط ابيض بحال هذا وثقيل. طريقه الاستعمال ديالو انك كتاخذي هذا الخليط هذا كديري حركات دائريه فوق الشفاه ديالك، كديري حركات دائريه فوق الشفاه ديالك لمده 5 دقائق، مده 5 دقائق، وكتخليه على الشفاه ديالك لمده ساعه. كتحسي بواحد الحرقان، واحد شويه ديال الحرقان ديال المغيز ديال الخميره، هذا كيعني ان الوصفه ناجحه معك. كتحسي بواحد شويه ديال الوخز في الشفاه ديالك، كتخليها ساعه، يعني كديريها وكديري حركه دائريه بحال هكا فوق الشفاه ديالك لمده 5 دقائق بشويه، وكتخليوها البنات لمده ساعه كامله. واخا كتحسي بداك الوخز خفيف ماشي مشكل، كتغسلي الفم ديالك وكديري المرطب، راه على الفور غادي تلاحظي النتيجه، فورا غادي تلاحظي واحد النتيجه زوينه، غادي تلاحظي واحد الانتفاخ في الشفاه ديالك، وهاد بحال الكولاجين الطبيعي للشفاه، كتحسي انه الفم ديالك تنفخ، وهاد كيبقى مده ساعتين، ماشي ساعتين، مده يومين، بغيت نقول لكم انه كيبقى لمده يومين والفم ديالك يعني ماشي منتفخ كبير، واحد الشويكي كان منتفق وما فيهش تجاعيد وطبيعي، يعني كتحسي بواحد الرضا، او نقدر من بعد يومين تعاودي نفس الوصفه،
عام هذه يعني كتبقاي محطاها في شي غريريفه ديال الزاج، اولا هي واحد الكونتيتي قليله، بس كل يومين ولا 3 ايام تعاودي هذه الوصفه هذه على خاطرك، يعني ماشي كل مره كتعجن كديري واحد الكميه كبيره كتحطيها، لا ديري واحد الشويه اللي غادي يكفيك وخليه على الشفاه ديالك لمده ساعه، راه النتيجه كتبان من بعد ساعه الى ساعه ونصف، وكتخليها على الشفاه ديالك وغادي تلاحظي الفرق. وهاد الوصفه هذه وهذاك الانتفاخ اللي كيكون في الشفاه كيدوم لمده يومين، وغادي يعجبك الحال وتقدري تعاوديها من بعد وتستعملوا مرطب من مورا ما تغسلي الشفاه ديالك، تستعملي مرطب للشفاه باش ما يتقشرش الفم ديالك. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها، هذه راه اكيد مجربه وحصريه ما غاديش تلقاوها حتى شي قناه. نتمنى لها الفيديو ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم، ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.